السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أو كينج أوف جيمز. اليوم معنا لعبة اللي هي لعبة سايلنت هيل. أغلبكم يذكر لعبة سايلنت هيل. طبعا لعبة سايلنت هيل صدرت 1999 على أجهزة البي اس 1، طبعا أكيد أيام الطيبين. هذه اللعبة صدرت طبعا من أحلى الذكريات اللي ما تنسى إلى الأبد. كيف ما تنسى إلى الأبد؟ هذه لعبة الطفولة، هذه لعبة كل شيء. على العموم انتم تعرفون اجزاء سايلنت هيل، صدر سايلنت هيل 1، سايلنت هيل 2، 3، وش بعد 4 ذا روم اللي اغلبكم يعرفه. وش عاد اذكر في جزء بعد ما ذكرته؟ اوريجن. اوكي سوري معلش. اوريجن طبعا. لا وين اوريجن؟ اوريجن شركة اتوقع. لا معلش سوري. والله ما اذكر. الزبدة انها اجزاء كثيرة من سايلنت هيل. دامبور الاخير اللي نزل هذا، وفي بعده بعد توه نزل سنة 2014، هذا الجديد اللي طلع على البي تي على ما اظن، اللي اغلبكم يعرفه الديمو اللي سواه كوجيما على ما اعتقد. فخلونا نبدأ. هذه اللعبة مثل ما انتم شايفين طبعا بعد ايام طيبين، هذا سوني ون شو سوي بعد. فالقصة يعني صراحة رائعة جدا جدا، فقلت خليني اسوي معكم سلسلة تختيم لسايلنت هيل ون. فقلت خليني يلا نشوف. طبعا ملاحظة للي بيعرف، انا حاليا العب اللعبه على نسخه البي سي. ف طبعا انا تخطيت المرحله، فهذا التكمله يعني حق السيف جيم. فاللي يبغى يشوف البدايه يعني اصلا هذه البدايه، فيلا خلونا نبدا. بسم الله. ايش عندنا؟ ما في شيء. اوكي يس. سوري اعذروني، خربط في الكيبورد لان هذه مشكلة. يعني هذه اللعبة ما تشتغل على نسخة بي سي، لازم يكون معك محاكي على اساس تشغل اللعبة فيه. ف خلونا ننتقل. ايوه اذكر انه كان كذا. ايوه الزبده اننا نروح من. طبعا اللي ما هو فاهم القصه، هذا اسمه هاري ميسن اللي ما يعرفه. طبعا اللعبه انا اتوقع شريتها ايام سنه 2005، ما ادري 2006 على ما اظن، ايام سوني 1 شريتها من ال عاد تعرفون يعني ايام اول في البطحة، يعني أيام أول شريتها. أول كانوا يسوون بساط وزي كذا، يبيعون فيه ألعاب وزي كذا، فشريتها من عندهم. صراحة أيام أول كان شيء. فخلونا نبدأ. بسم الله. آسف إني طولت عليكم، فخلونا نبدأ. What's that? Huh, radio. What's going on with that radio? ما بحرق عليكم القصة اللي أغلبكم يعرف اللعبة طبعا. قديمة مرة. باختصار إن هذا اسمه هاري ميسن اللي ما يعرفه طبعا. هو عنده أتوقع كان عنده بنت صغيرة زبدة وزي كذا. فالقصة يعني طويلة، حتى لو جيت اشرح لكم فيها طويلة، فاللي حاب يشوفها موجودة طبعا، يعني تلقونها على النت وزي كذا، فما يحتاج. اوكي نروح هنا اتوقع. لعبنا ترى انا من زمان، فترة طويلة جدا يوم ما لعبنا هذه اللعبة.
تقريبا يوم كنت صف سادس ابتدائي. سادس ابتدائي اي سادس ابتدائي على ما اظن. اغلبكم يقول وش فيني كذا ما ادري كيف سولف كنا واحد مفجوع او شيء زي كذا، لانه يا طويل العمر اول شيء انا قاعد حاليا العب يعني اسجل في نفس الوقت، فانت لما تلعب وتسجل في نفس الوقت وانت تلعب يعني هو صح تحس بمتعة كبيرة وزي كذا، بس مشكلتك انك تخاف يعني صوتك يتسجل او ما يتسجل، فهذا المشكلة يعني. فأنت فهمت تتكلم وتلعب ما يعني ما يمديك تركز حتى في القصة، فعشان كذا أنا ألخبط يعني تعذروني يعني. أوكي خلينا نشوف. فوق 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 معلش والله طولت عليكم. مين بعضكم لعبها هذه اللعبة طبعا تذكرونا؟ لعبها طبعا يعني أغلبكم نزلها في قنوات زي كذا، ما احتاج ذكر اسامي، فقلت خليني انا انزل بس يعني من باب المتعة كذا، ولا انا داري ان في ناس نزلوا غيري، فقلت خلينا كذا بس نلعب ونطقطق شويات على هاري مانسون. Isn't this Cheryl's sketchbook? She... الحين اللي طالبينه مني اروح هنا اللي هي زيارة المدرسة، واللي لعب المدرسة انتو تعرفونها من ايام سوني ون، المدرسة هذه تتخش فيها ما تنزل الا يلا يلا. خلنا ناخذ الساطور على قولتهم. سيدة سيدة لا وين مقفل عند الذهاب للمدرسة. اوكي خلينا نقول هنا والله من زمان عن ذا الشيء، ترى والله اول مرة يعني هذه تقريبا ثاني مرة العبها، اول لعبتها يوم كنت صغير مرة، فهذه المرة الثانية العبها والعبها وسجل في نفس الوقت، فانا ما ادري يعني ايش اللي قدامي او شيء زي كذا. اوكي خلونا نكمل. مسدود 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 اتوقع يا حو يا اخي وش فيه؟ ازعج امي ذي الازرار في مشكله. ايه هنا يبوني اروح هنا افا قفل اتوقع والله اني ما اذكرها. كيف نروح هنا؟ الكوفي اللي كنا فيه قبل شوي. طيب مقفل. اها من فوق من فوق. الشمال الشمال جاني الملل. شوف قفل دحو.
طيب يبقى عندنا هذا الشارع، عاد اذا تقفل ذا الشارع ما يكون في عوننا. خلونا نروح. قربنا. مشكلة السوني ون الماب او الخريطة، زي لما تجي تلعب انت تحس بانه وين باقي قدامك مسافة طويلة، وهو وين يعني تلقاه يمكن تسوي لك شارع طويل وانت تلقاه اصلا شوي، ما يحتاج ذيك المدة، بس تمشي شويتين كذا الا وصل. جاية رايحة فيها، رايحة فيها. هنا اكس وهنا اكس وهنا اكس وهنا اكس وهنا اكس. طيب شلون نطلع؟ وش المطلوب؟ كوفي؟ نرجع للكوفي يعني اللي كان هو فيها. كل شيء اخذناه. شكله هنا. يا شيخ مو من سنوات، غلبكم يقول شلون طيب انت تنزل هذا الفيديو وانت ما انت مستعد وزي كذا ولا انت عارف شيء وما ادري وشو هذا. اقول لك يا اخوي هذا الفيديو نزلته من باب التسليه كذا والترفيه، فانا راح اسوي اصلا سلسله. هذه هي هذه الحلقه الاولى سلسله السؤال. تعرفون وش تسوون؟ تعرفون والله ساعدوني والله ما ادري نسيت والله جيت ترى والله ما امسى. طبعا لو جيت تبي تلعب في اللعبة لازم يكون عندك محاكي، فضل انه يكون عندك محاكي. اسم المحاكي على ما اظن BSX على ما أظن، أو B إذا إن في B أول حرف B BS هو محاكي أتوقع يشبه حق سوني 2. أنا ما دام محاكيها بس إلا عشان هذا اللعب. أبدا أكره شيء اسمه محاكي، لا شيء اسمه PC تلعب شيء على PC نفسه نسخة PC، أو إنك تلعب PS4 أو PS2 أو PS3 واحد من ذول. لا تقولون ان يعني انا اول مره العب العاب